دفع لله الفنانة الكبيرة يا جدعان، ربنا يرحمها، وهي الحقيقة كانت فنانة رائعة وإنسانة رائعة، وقدمت أعمال مهمة جدا جدا سواء على السينما أو في المسرح أو في التلفزيون. يعني أنا باسم الأستاذ ونعزي أيضا الأسرة الفنانية، وربنا ان شاء الله يتغلبها. دكتور اشرف العزا، يمكن هي قصه العزا هي النقابه اللي عملته ولا الاسره اللي عملته؟ لا، هي اخوها محمد، هي اصلا عندها كذا اصل، فهو اخوها كان مسافر وجيه، وهي ليها اخ هنا اللي هو كان هنا عشان نظهر انا وانت، كتب التلفزيون ده اللي هي بيعملوا عزا، بس اخوها عدي بس عدي في كل الاحوال. يعني محترف الموصية، لكن طالما هم يعني اخوها الفضل عزا جايين نتقدم يعني خمس اجزاء. اخر تواصل حضرتك كان معاها كان ايه وقالت ايه؟ لا، كان من فترة، كان من فتره.